زلتوا تسمعوا في صفحات من السيدة، وما زلنا متواصلين معكم، وما زلنا متواصلين في فقرة ضيف صفحات مع ضيفنا اليوم كمال عويج. مرحبا بك من جديد كمال. مرحبا. في الجزء الأول من الحوار كنا حكينا على المهرجان الفيلم القصير، حكينا على الدورة السابعة بتاعه، وحكينا كيفاش بدا، حكينا زاد على كمال كيفاش بدا. وتوا نحبوا ماذا بينا نحكيو على المنصة تونسي تيفي، على خاطر زيادة كمال عندك منصة رقمية اسمها تونسي تيفي، كنت حكينا عليها ديجا، هي شنية فكرتها شنية؟ صحوني عفوا بي. قبل ما نحكي عن المنصة كيفاش جات الفكرة، بصراحة أنا قريت عملت تكوين مدرسة تلفزي في مدرسة خاصة. كونت مراسل تلفزي، كيفاش نعملوا تقارير اخباريه، كيفاش نعملوا نصوروا معناتها ريبورتاجات، كيفاش نعملوا ساجو يعني التعليق الصوتي وحتى الستاند اب قدام الكاميرا، وكيفاش نقدموا نعملوا خبر عاش عندنا للقناه التلفزيونيه. كانوا معنا نحمد وجه التحيه للسيد اللي قراوني، وليد عبد الله الصحفي، وليد عبد الله اللي هو تو حاضرين في قناه العربيه والعربيه الحداث، و الصحفيه انتصار جليل تخدم في قناه العراقيه التلفزيون العراقيه، وطارق عماره من وكاله رويترز الأربية. بعد التكوين كنت خمن عملت تسجيل بلولة، مشيت الثقافة، مشيت في الفضاء الثقافي، عملت تجربة، وريت التجربة للتيتا، عجبهم مع الروبرتاج وتقريبا يعني بالتعليق الصوتي. من هذيك بدأت الفكرة تونسي تي في. تونسي تي في بدأت في 10 أفريل 2019، قريبا باش نعملو 3 سنين إن شاء الله. هو منصة تونسي تي في التوجه تاعها ثقافي ورياضي، معناتها نعطيو تقادير ثقافية ورياضية. أول تقرير عملته عبر تونسي تي في وقت عملت على كرة السلة، مشيت عملت ميك كرة السلة بالتعاون مع صفحة من صفحات على الفيسبوك. عملنا على خاطر كيما تقول هزار انه كرة السلة فيها قلة الدعم في الإعلام. من هذيك من بواسطة تونسي تي في جاونا عديد من آلاف من المشاهدة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، شافوا التقرير أو عجبهم الفكرة. من هذيك بعد كرة السلة مشيت عملت الثقافة، وكانوا معانا مراسلين مراسلين خارج تونس، معناتها مراسلين من ليبيا، من الجزائر، ومن المغرب. دايما نعملو في المكبة عفوا سامحوني. من خديكة كنت خمم باش نعمل ان ننتج برامج على تونسي تي في. قلت هاي الى جانب التقارير، علاش ليه منعملش انتاج برامج. عملت اول انتاج بالنسبة لتونسي تي في كانت برنامج بعنوان تونسي وكتاب. برنامج تونسي وكتاب هو اول برنامج على الديجيتال يهتم نجيبه النصاتيف وقراء معنات الأدباء وشعراء يحكيوا على الكتاب بتاعهم هما، وشين صعوبات اللي صارت لهم في الفترة النشر، ومشاكل وعلى مارس الى عديد من المواضيع التي تجلب المشاهد. ابتدي الحلقه الاولى بتاعت الاثنا شفيفري، واليوم ان شاء الله الحلقه الرابعه اللي باش تكون معنا الكاتبه عبير بن شعبين. نوجه لها تحيه. عبير عضوة من جمعيه صفحات. دونك باش تحكيو نتصور على كتابها. نحكيو على كتاب تاع فرملي في اسرائيل.
برمي في اسرائيل باش تحكيوا معنا. عملنا عديد من الحوارات، عملنا مع طارق لموشي، عملنا مع سامي بقدر. مش كلهم تبثوا ولا تبثوا الكل؟ فما لا فما ستوكاج، عملنا ستوكاج بعد مثل ما بثوش مثل خاطر انا كي شفت ما لقيتش نتاع طارق نتاع سامي في بالي انت سجلت معاها ما لقيتهاش، حبيت ان ناخذ فكره عليهم لقيتهم مازالوا ما تبثوش. اي ما احنا صورنا قبل لكن تحضروا، لكن حضروا يعني عملت مع طارق، عملت مع سامي، عملت مع محمد بوهدة اللي عنده كتاب من دار نشر نحن عادي معدي نحبه معدي حتى الجمهور نستحسين. حتى عنا يعني مجموعة أو بلاحظة جروب على الفيسبوك اسمه تونسي وكتاب مدى البرنامج، ناس كل هبتوا يعني يعطونا اقتراحات في المواضيع، حتى معناتها مش بالضرورة نجيبوا الكاتب ولا الأدباء، حتى نجيبوا الشاعر ولا عنده كتاب، وزادة باش نجيبوا دار نشر يحكيوا على الكتب، يحكيوا كيفاش بدي البدايات، كيفاش واحد، وعلاش ناس هذا جمعيات مهتمين بصفحات بالكتب، هذا هما معناتها حاجة تهتم للمشاهد. وعنا برنامج اخر لعبتينين هالاربع اللي فات اسمه السوشيال تونسي مع امين الملكي ونشوف له تحية، اللي يهتم على شبكة التواصل الاجتماعي، نشوفوا انستغرام فيسبوك هذا بي. باش نسألك كمال، نتصور السؤال هذية ديما يتسألك، هو الهدف متاعك من تونسي تي في اسكو كان في الكمالة اون كونتينويتي متاع غرامك انت بالصحافة، دونك انت خذت التجربة متاع الإذاعة، دونك طبيعي جدا اللي تمشي من بعد للفورما فيديو هكا ولا والبرامج، وإلا حبيت تعمل حاجة يمكن انت تشوف اللي المشهد الإعلامي فما حاجات ناقصة فيه، دونك انت حبيت هكا تكون بلك النقص هذاك اللي موجود في الإعلام الرسمي ولا في الإعلام اللي نشوف في التلفز والكل، فما حاجات انت يمكن تتصورهم ولا تحب تعملهم اللي هما مش موجودين غادي، شنو كان الهدف معناها اللي انت عملتها الشين هذي؟ عفوا الهدف صفون الهدف الصفحة هيتي كنت حلمي ان عمل قناة تلفزي خاصة بالمعطة الأخبارية الثقافية، معناتها مش بالضرورة معناتها بين قوسين معناتها نعمل صفحة كغرام بركة معناتها مش بعد لا حابين نعمل صفحة هذه مش المشاهد والمتفرج باش يعرف الأخبار تاعنا الثقافة واحد معناتها احنا ديما نمشي نعمل مواكبة من التوقيت الصحفية الثقافية حتى الرياضة، نمشي نقل وسيلة للجهاد للسوسة للمستير، نمشي نتنقلوا ويوصلونا رسائل على الإيميل، نشوفوا أهم مواضيع. هذا هو طبعا قريب الصفحة باش تعمل 5000 متابع، بعد اللي تبعوا فينا على الصفحة مش في تونس فقط، بين المغرب العربي، معناتها حتى برشا رسائل وصلونا يحبوا يكونوا مراسلين، يحبوا يكونوا موجودين. هذا ما وقت حليت التونسي تي في ما حليتهاش كغرام كأمادور، مانيش باش نصور، مانيش باش نعمل صفحة تصور وكاو، لا باش نعمل تصور باش نعطي إيصال المتابعة أو يعني اللي مشاهد في الديجيتال الرسالة للوسائل الإعلام، الرسالة اللي هو للإعلام المنبر الإعلام الناس يقولوا ذكر السؤال اللي بعد اللي الأكيد اللي فما كي أول ما حليتها وإلى قبل ما تحلها كانوا أكيد فما تحديات ولا حتى عراقيل اللي عرضوك كيف بديت، تنجمش تقولنا على أهمها ولا ما كانش فما عراقيل اللي انت كي حبيت تعملها عملتها وكهو؟ هي قديش عمرها ديجا؟ من عام 2019 قريب معناتها في أفريل هذا باش نعمل 3 سنين معناتها
ملول كنت قبل ما نسمي الصفحه صفحه تونس تي في، قلت ملول شو باش نسميها، ما خيتش الاسم لازم نقولوا فما برشا ما برشا صفحات على فيسبوك سماها مثلا بين قوسين تونسي تونسية ولا اي حاجه، برشا حاجات فيها برشا حاجات ريفيرونس للتونس. خممت هنا قلت علاش ليه ما نعملش قناه اسمها تونسي تي في، على خاطر تونسي سي معناتها بين قوسين ماسكولان، معناتها هذاك هذا هو معناتها بالنسبه للتوا. نسكن الحبوه نسكن عجبوه، حتى الاساتذه قالوا لي مبروك ديما نتابعوا فيك وديما نتشجعوا فيك. ما فماش عراقيل للواحد، فماش صعوبات، لكن كانت صعوبه قصيره كي على الاسم صعوبات ينجم يكون حتى تحديات، معناتها من نوع باش تختار المحتوى ولا في مواكبه نتاع بعض ال ولا الماتيريال يمكن زيادة خاطر يلزم ماتيريال كمان في التلفزة ولا أنت كنت حاضر معناها من قبل عندك معدات وكنت شايف نجم تصور؟ أنا عندي المعدات، يعني عندي الكاميرا، عندي كل عندي الواحد خديتها من خارج تونس. وقت من الأول قبل كل شيء قبل ما تشيل تونس تي في كان عندي قناة على اليوتيوب اسمها ميوزيك كان تي في، هي قناة خاصة بالموسيقى، حليتها في 2012. كانت القناة هي قناة خاصة بالموسيقى، معناتها كيما تعرفوا فماش قنوات خاصة تلبسها في الموسيقى. عملت التجربة الأولى بالبرامج 2013 على اليوتيوب، وبعد عام من الانطلاق على اليوتيوب قلت نعمل تجربة تلفزية على الفضائية. عملت تجربة كنت أول قناة تونسية خاصة بالموسيقى، نعطي فيديو كليبات تونسية، وكان هدف القناة أنه نعطي كليبات مغرب العربي، ليس بالضرورة بالتونسي فقط. كما تعرف فما قنوات عربيه مهتمين بالشرق الاوسط، بعد مش مركزين اكثر في القناه مش مركزين اكثر في قنوات كليبات تونسي. نعرفوا صابر الباعي التونسي، نعرفوا فن لطيفه، نعرفوا واحد مثلا في قنوات عربيه مثلا ما يعرفوش مرتزا فتيتي قبل معناتها، ولا اسمى بن عثمان، ولا عديد من الفنانين. لكن كان عندي تجربه، عملت القناه، وبعد من غاديك بشوي نشوفوا شركه اخرى باش نعمل قناه. سوني عندك سؤال على الشراكات؟ اي باش نسالك في اون كونتينيتي، دونك الشراكات اللي عملتهم ولا لي بارتناريا اللي عملتهم في تونسي تي في، فماشي شراكات والا شراكات تحب تعملهم مستقبلا مثلا مع نوادي، مع جمعيات كسوا رياضيه ولا ثقافيه، مع منظمات وطنيه، ولا حتى مع جهات رسميه؟ علاش ليه؟ خاطر انت تعنى بالثقافة والرياضة، حتى مع الوزارات مثلا ولا مع مندوبيات الجهوية، ولا فماشي دي بارتناريا توا هكا قايمين ولا تحب تعملهم في المستقبل؟ انا حتى الان كان عندي شراكة مع كما قلت بالأول مع كرة السلة، مع شركة صفحات فيسبوك، نتمنى ان نلقاو شركاء معنا، حتى نتمنى انه تونس تي في تلقى يعني مساهمين مستشارين معنا باش يقفوا معنا في هذا تونس تي في على منصة الكترونية. نبدأ نعمل نبحث على مساهمين مستشارين، حتى الان فما امكانية نلقاو مستشار اقترحت عليه، معناتها ان شاء الله نبقى نعملوا حاجة مثلا، معناتها اللي جانب كونتر بارتي، معناتها يكون مستشار نعطيله يعني وظيفة شهرية ولا أي خدمات أخرى نجم نعملها معناتها. باهي باش نتعديو آخر فقرة في ضيف صفحات، هي صفحة شخصية، احنا كل ضيف يجي نطرحوا عليه 20 سؤال، الشرط الوحيد أنه الإجابة لازم تكون سريعة ما غير تخمة. اي في صافي عندك سؤال اخر انت اللي تعرفي سونيا؟ عايشه. دونك كمل عويش.
أكثر حاجة تحبها في روحك؟ أكثر حاجة نحبها في روح الحب. باش تحب نعرفوك كمال؟ كيف تعرفوني؟ إعلامي، مخرج، مدير مهرجان. لو يرجع بك الوقت بالتوالي، شنو هي المهنة اللي تختارها؟ مقاطع إعلامي. ممثلك المفضل؟ بس ممثل وممثل ساعة كيف كيف ما يهمش. ممثل يعجبني بالرغم من الاحترام تبعش مسلسلات، يعجبني في تونس ثورة عبيدين. ممثل سيد تبع فيها هي دورة سروق، ما شاء الله تحية. بالنسبة في الخارج عنا من زير صديقي ممثل حسن كشيش اللي مثل في المسلسل مشاعر. الموسيقى المفضلة؟ موسيقى مفضلة تونسية وشرقية، من منحبش الغربي. أنواع الأفلام اللي تعجبك أكثر؟ أنواع أفلام تعجبني، أفلام الهاتفة، أفلام رومانسية، أفلام فيها الدراما، أفلام منحبش فيها يعني الأكشن. أكشن واحد ما عندنا. آخر نش نقول آخر فيلم تبعته، آخر فيلم تبعته نهار ثلاثة تبعت فيلم الأتياف تاع مات هميلي. عجبك؟ عجبني، في حد يتطرق على عتيد مواضيع مشهور وتحية ماتي، وكان هو نهار ثلاثة كان آخر عرس في القاعة السينمائية. بليد تتمنى تزورها؟ أنا بصراحة زرت برشا بلدان. بليد نتمنى نزورها فلسطين. حاجة ندمت لي ما عملتهاش كيف كنت صغير؟ سبحان الله وضعت معناها. كان يرجع بك الوقت تقول ما سابني عملتها كي كنت صغير، تقول كان يرجع بي الوقت الحاجة هذيك اللي لازم باش نعملها؟ ما عنديش حاجة بس باهي. أكثر حاجة ندمت اللي عملتها؟ أكثر حاجة ندمت عليها والله نسيت، ما عارفش كيف. باهي. شخصية تتمنى تحاورها؟ شخصية نتمنى نحاورها برشا شخصية والله. أنا عملت بصراحة عديد من شخصية هكا مثل ما حاورتيش، وماذا بيك بالحق هكا كان تتاح الفرصة وأنك تحاورها؟ كان عفوا نتمنى حاجة معناتها نعملها في الاختصاص حقوق، معناتها كنت نتمنى باغ اكزومبل لينا بن مهنا الله يرحمها. هذه من عند سونيا. أكثر انترفيو عملت عليه جو، معناتها حاورت شخص وفهمو عملت عليه كيف الانترفيو هذاك؟ برشا انترفيو برشا عملت حوار مع الدرة زروك، عملت مع ثابر عبيدين، مع أحمد الأندلسي، عملت مع أكثر حوار شيء عندي به. فما لعب كرة قدم كريم حكي. أنا بما أنه اختصاصي ثقافي حتى سيدة دخلت شوي الجو، دخلت شوي الرياضة، حتى عملت سيدة حوارات مع كثير من اللاعبين في تونس، وعملت حوارات من خارج تونس وواحد مع ده. إن شاء الله نتمنى نحققه. مثلاً علش لي كان عندي فكرة نعمل برنامج تجيبوا سياسيين، لكن سياسيين مش حكيوا معهم على السياسة، مش حكيوا معهم السياسة مثلاً بين قوسين، مثلاً ممكن نجيب مثلاً أي شخصية، لكن البرنامج هو تجيبوا سياسي نحكيوا معه ثقافي، نحكيوش معاه على مش هو مخروم واحد ما حبيتش نعمل لقاش السياسة، نحكيو معاه على السياسة واحد ما في صحيح فما برامج على السياسة، لكن أنا عملت ركزت أنا من أهم حوارات عملتها مع ناس حقوقية بشرة بالحاج حميدة. لو كان ما كانش مهرجان الفيلم القصير، شنو كنت تختار تعمل؟
نكمل نصور افلام. اكثر حاجه حلوه صارت لك في حياتك؟ اكثر حاجه حلوه صارت لك في حياتي بعد ما تخرجت في القرايه، عائلتي هتولي يعني هزوني رحله الى فرنسا في 2013. عملت رحله الى في فرنسا، وعند انا عملت جوله عديد من جولات، مشيت قطر، مشيت الصين، مشيت لبنان، مشيت الجزائر، المغرب، عديد من الدول. بعد هذكم هو شخص تحب تقول له شكرا؟ شكرا، اولا شكرا لعائلتي، شكرا عائلتي اللي وقفت معايا، مات امي بابا اخواتي، مات حتى نسائهم واولادهم، نحب نشكر سيدا مات سيدا، نشكر اللي وقفوا دعموا المهرجان دعنا، نحب نشكر الملك السلطان السينما والصورة اللي وقفت معنا، نشكر المكتبة السينمائية الفرنسية برشا أشخاص يا دوما كمان برشا أهم حاجة هي أول حاجة اللي نشكر هي عائلتي. شخص تحب تقول له سامحني؟ سامحني، نحب نقول لشخص سامحني الأشخاص اللي عملتها معها حاجة مش بيه، ما ذكرتش شكون، أنا قلت سامحني الأشخاص اللي عملت لهم، سواء كان معهم مشاكل ولا ضرر ولا حاجة. آخر كتاب قريته؟ آخر كتاب قريته؟ دوما احنا ثلاثة الأسئلة الأخرين قارنين عنه. آخر كتاب قريته هو الانهيار لأحمد ساسي. أكثر كتاب أثر فيك؟ أكثر كتاب أثر فيا هو لي ميزيرابل فيكتور هيكو. وكان حياتك جات كتاب، شنو ينجم يكون عنوانه؟ كان كتاب عرفت شنو اسم الشخصية ولا لا اسم الكتاب، شنو ينجم يكون العنوان نتاعو؟ الكتاب يلخص الحياة نتاع كمال، شنو ينجم يكون العنوان نتاعو؟ حياتي ولا حاجة، فماش معطيش حاجة، مش حاجة خاصة، مش حاجة حاجة ما فما إمكانية باش نعمل ستار كتير. نحكي على حكايتي المسيرة تاعي بنات. بيه دونك هكا نكون وصلنا لنهاية فقرتنا اليوم، فقرة ضيف صفحات. نشكرك برشا كمال على حضورك معنا، شرفتنا. شكرا. البرنامج صفحات مسيدة مازال متواصل، مازالوا فقراتنا ما تبعدوش، هنا راجعين.